FM. الكلمة ليك. أنا نحكي لك على الانطلاق العملية كان أي قدامي شوف أي. إذا كان طبيب ثابت بالطبع يندرج ضمن الفساد، لكن توا ماهوش ثابت الطبيب. فما أموال مجهولة المصدر يا أستاذ، فما أموال لجنة حرية المالية إيش قالت أنه فما مجموعة من الأموال ومن المنقولات ومن الإخراج قاعدة تدار بشكل غير واضح، معناها مصادره غير واضحة، هذا يحتم آليا شبهة غسيل الأموال أو تبييض الأموال. هذا مش صحيح، تعرف علاش؟ على خاطر اللي 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 عملتها اللجنة التحليل المالية هي معناها الكون سليم الرياحي يعمل سيركولاسيون نتاع اموال في داخل الشركات نتاعها داخل تونس، في فلوس دخلها لتونس، المبلغ مثبت من خلال الفواتير، منهم مبلغ مثبت من خلال معناها حكم القضاء اصلا. القضاء هو اللي صدر فيه حكم وتم تنفيذ على الشركه اللي هي تو موضوع الاشكال، تم التنفيذ عليها بطرق قضائيه. يعني اليوم بالنسبه للقاضي تحقيق، احنا رانا الجواب اللي جاوبته الجريدة الصباح للاسف احنا ما كناش وقتها نستشعروا الواحد، لكن الجواب كان واضح كوننا ما ندخلوش في سرية التحقيق، ولكن وما ندخلوش في اتهامات جزافية، وراهو هالمعلومات اللي ذكرتها جريدة الصباح وقتها في المراسلة متاعها اللي هي قبل العيد، وهنا بوان دانتروغاسيون، وتاكد على قبل يوم الثلاث يلزم الجواب. يعني المعلومات هذه هي من وسط الملف، ومن وسط الملف يا خرجت من الطرف اللي قدم الشكاية. كابافان الكلمة ليك.